السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم بيتزا بجوانب محشوة بجبنة الموتزاريلا. غادي نمروا العجين. بالنسبة للعجين غادي نديرو 240 غرام ديال الدقيق، كنزيدو عليها كاس ديال فينو، كاس العنبة، ملعقة سكر، الملح على حسب الذوق، ثم كنضيفو الزعتر، فبالنسبة للزعتر فهو كيخلي واحد نسمة هائلة للعجينة. كنضيفو الماء دافئ مع ملعقة صغيرة ديال الخميرة الفورية باش تفاعل لينا الخميرة، فبالنسبة للدقيق أنا قلت 240 غرام ما يعادل جوج كيسان ديال العنبة. نخلطوا جميع العناصر ناشفة هكذا بهذه الطريقة، فاش كتنسجم لينا العناصر عاد كنجمعوهم بالماء الدافئ، كنزيدوا الخميرة، كنضيفو الماء شويه بشويه، الماء كيبقى على حسب الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي مكيشربش مزيان، وكاين اللي كيشرب على حسب الدقيق. كنضيفو الماء حتى كنحصلو على واحد العجينه رخوه، ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون جاريه بزاف، حتى كنزيدو في هذه المرحله الزيت، الزيت كندرجو مع القطبار ديال الزيت ديال البلديه، نحاول ما امكن ندلكوها بهذه الطريقه هذه حتى كتشرب لينا العجينه. ثم كنوضعوها على سطح العمل كندلكوها بهذه الطريقه. كندهنوها بشويه ديال الزيت، كنوضعوها في سلاطيه وكنغطيوها بفيلم اليمونتير وكنخليوها ترتاح لمده ساعه. هنا غادي نوجدوا الصلصه، عندنا لي طوماط مطيشة، تومة محكوكة، ملح، زيت البلدية، الزبدة، الإبزار، تحميرة بابريكا، بصلة مشلضة مزيان، الزعتر، لي زارب دو بروفونس. كنفتحو الطماطم على هذا الشكل، على شكل زائد. للمعلومة هاد الطريقة كتخلي المطيشة فاش كطيب كنحيدو لها جلدها بسهولة، نستمرو على هاد الشكل، ثم كنوضعو في الماء اللي سبق لي وغليتو، كنخليوها طيب لمدة 5 دقائق.
من بعد 5 دقائق كنزولو المطيشه، كنخليوها تبرد، بعد كنزولو للقشره وكنقطعوها. هنا غنمروا مرحله ثالثه، كنضيفو زيت العود على حسب الذوق. البصل عندي بصله مقطعه مزيان رقيقه، ما كنضيفوش العطريه، هنا كنديرو التومة، أنا درت 4 ديال الفصوص ديال التومة صغار، كنضيفو طماطم نحركو هاد العناصر مزيان، ثم كنغطيو عليها ونخليوها تطيب. بعد ما طابت لينا المطيشة وبصلة وتومة، نضيفو التوابل، ملعقة صغيرة إبزار، ملعقة بابريكا تحميرة، ملح على حسب الذوق، كنزيدو شوية الزيت، زيت البلدية، وملعقة صغيرة زبدة. فالزبدة كتبقى اختيارية، بالنسبه للزبده انا كتعجبني حيت كتجي كتعطي واحد النسمه هائله للصوص ديالنا وما كتجيش ناشفه. هنا غنضيف الزعتر، كنحركو مزيان. هنا انا خليت لي زاب دو بروفانس حتى لاخر مرحله، عاد ضفتهم باش كيخليو كيعطي واحد النسمه. بالنسبه لي زاب دو بروفانس اللي ما قلتلكمش، انا عندي فيهم الحبق وزعتر وزعتره ورقه سيدنا موسى. الا عندكم الحبق بامكانكم تضيفوا غير الحبق بوحدو، والا ما عندكمش الاعشاب الموسمه ماشي مشكل، ديروا غير زعتر. لاصوص ديالنا وجدات. هنا غادي نمر العجين، ملي كتختمل كنوضعها على سطح العمل، كنديرو شويه سميده، كنوضع العجين ديالنا بهذا الشكل. بامكانكم ديروا جوج كويرات، الا بغيتو ديروا جوج بيتزات صغار، انا غندير بيتزا كبيره يعني بيتزا عائليه، كندير غير كويره واحده، غادي نخدمها بهذا الشكل. خليها ترتاح لمدة 15 أو 20 دقيقة. هنا من بعد 20 دقيقة كناخدو العجينة، كنحاولو ما أمكن نطلقوها غير بالصبيعات ديالنا على هاد الشكل. بالنسبة لهذه الطريقة هذه كتخلي العجينة ديستريسي وما كتبقاش ثقيلة، كتطلق لنا بسهولة. هنا كنوضع قطع ديال الموزاريلا اللي قطعتهم على هذا الشكل، بامكانكم ديروا اي فرماج عندكم في الدار.
من بعد ما درنا قطع ديال الموتزاريلا نحاول ما امكن نجمعوها بهذا الشكل. نطويو العجينه ديالنا بصبيعات ونضغطوا عليهم باش ما يخرجش لنا فرماج. سالينا الفرماج ديالنا، نبداو نبركو هاد الكاب الصبيعة ديالنا غير بشوية، تنحاولو يمكن نسدوهم كاملين، فوالا بهاد الشكل هدا. ناخدو لاصوص لي سبقنا وجدناها، نحركوها مزيان. فلاصوص كتبقى اختيارية، كاين اللي كيبغيها كتيرة، كاين اللي كيبغي غير شوية، على حسب الذوق. أما بالنسبة لي غارنيتور ديال البيتزا ديالي اليوم، أنا غادي نديرها بالطون بالفلفلة، ثم بإمكانكم ديرو أي حاجة عندكم في الدار، عندكم دجاج، كفتة، فخوي دماغ، لي كاين بإمكانكم ديرو، لي شامبينيون. فوالا عندنا الطون ديالنا، غنضيفو قطعة ديال الفلفلة، أنا قطعتها على هاد الشكل هذا دائري، ثم كنضيفو موزاريلا، بإمكانكم تضيفو الزيتون. فانا ما درتش الزيتون لحقاش وليداتي ما كيبغوش الزيتون، فوالا ما هو الزيتون كيعطي واحد الشكل البيتزا، يعني كيلون او ميم طون كاين اللي كيبغي في البيتزا. هنا وجدنا البيتزا، بالمناسبه البيتزا انا درتها في الفرن 180 درجه مده 20 دقيقه، حيت عندي انا فرن مجهد. فوالا ها البيتزا ديالنا وجدات، كتجي على هذا الشكل هذا، قدموها وليداتكم بصحة وراحة.